ليش تستثمر في عملة استرعت مراقبة الحكومة؟ ما الهدف من أن تكون من فضاء العملات الرقمية المشفرة مع تشفير غير آمن؟ اللي حصل للنزاهة؟ اللي حصل للنزاهة؟ عملة واحدة بس في فضاء العملات الرقمية المشفرة كاملة تجسد الروح الأصلية، تستمر عملة واحدة بس فقط في ترميز التكنولوجيا غير قابلة للتغيير والتي تعطيك السلطة، عملة واحدة بس تبني الأدوات لإنقاذنا من المراقبة والأوراق المالية، عملة واحدة فقط تتوفر على حد أقصى قدرة 21 مليون مع خلط وخصوصية آمنة باستعمال الإنترنت بعد الكم السيادية التي تعمل على الشبكة البرقية مع الدردشة المشفرة ووسائل التواصل الاجتماعي وواجهات المتاجر بدون إعلانات ودون رقابة، منصة مبادلات لا مركزية وبدون تشغيل KYC وبدون متطلبات اختبار. مسبق حكومة الجلد في اللعبة مع عائد التحصيص مع تمويل ذاتي بالكامل والملايين في الخزينة مع القدرة على التكيف المصممة لتدوم. مفيش ولا مهرجين لرأس المال الاستثماري ولا عملاء مشبوهة للطرح الأولى للعملات الرقمية ولا أتباع للشركات ولا أي حاجة من العبط ده كله. المشفرة الوحيدة اللي بتديك السلطة الكاملة هي الوحيدة اللي انت تستحقها، كل حاجة تانية هي عبط. الثورة مش هتبقى مركزية أبدا، انضم لنا. مات ساتوشي وتحيا ديكريد.